مشاهدينا متابعين لقاءاتنا معكم واللقاء التالي بجمعنا مع خبيرة الاتيكيت مارلين سلهب. اليوم بدنا نحكي عن الأعراس بزمن الكوفيد 19. في كتير دوز ودونتس بدنا نتناولهم، في كتير أشياء تعدلت على روحتنا على العرس اليوم، في كتير أشياء مختلفة لازم نعتمدها. كل تفاصيل من أشياء بها اللقاء تابعونا. مارلين صباح الخير واهلا وسهلا فيك. صباح النور. كثير سعيدين دائما باستضافتك وعلى الايجابيه اللي بتحمليها معك اول ما بتفوتي على استوديو يوم جديد. ثانك يو مارلين. اليوم عم بتبلش شوي شوي ترجع الحياة لطبيعتها. نعم. بعتقد كثير من الاشخاص اللي عم بيتابعونا بلشنا نشوفه اصلا عبر السوشيال ميديا، كانوا حاجزين من قبل يعني لاعراسهم. نعم. عم بيروحوا على انه يكفوا بالقرار اللي اخذوه رغم كل نصايحنا. نعم. بس عم نشوف اكيد في تعديلات شوي. في مشهد العرس ما بقى يشبه مشهد الاعراس قبل، خبرينا اكثر. اولا صباح الخير لك وللمشاهدين. ما في شك انه مثل ما حضرتك قلتي انه في ناس كفت، بس هلا صايرين يعني مثل ما حضرتك بتعرفي مثل كل شيء بالحياه لما نصير نعرف كيف ننتبه ما بيعود في خطر على الناس. نحن بنعرف انه الكوفيد 19 صرنا نعرف كلنا كيف لازم ننتبه عليه، كيف ما ننعدى يعني ما يصير في عدوى. هلا ما في شك انه الاعراس وهيدي لازم نقولها بتساهم كثير كثير مش شوي بالسياحه بلبنان. اولا بيجي سواح، ثانيا بيجي مغتربين من برا، ناس بتكون ناطره اوقات كثير قرايب لتتزوج. ما كنت عارفه انه بيدخل على الخزينه مليار دولار من الاعراس. واو. ليه؟ لانه هي ما بتشغل قطاع واحد، هي بتشغل عده قطاعات. اولا اذا بدنا ناخذ الكروتي دونك المطابع، بعدين عندك الازهار، عندك الزهر قليلة قدي بينباع على الأعراس. ما في شك انه شوكولات زفيت، ايه عندك السيارات فانيوز السيارات جستمان، بعدين عندك الكيترينج، عندك الأكل، يعني بتشغل عدة قطاعات. دونك هالسنة من بعد 17 أكتوبر يعني تشرين الأول وإجا وراها كمان الكوفيد 19 التغت 70% من الأعراس، ضل في 30%، بس 30% اجت اللجان متخصصة قالت نحن رح نعمل احصاءات ونشوف قديش وكيف وشو بحبوا هن العرسان، بس كمان شو نحن كيف بدنا نحن نحافظ على صحتهم. خلينا نبلش نتفي بالاحصاءات اللي صارت. تفضل. اوكي، خلينا نقول انه اول شيء سالوا العرسان انتم بتفضلوا جوا ولا برا؟ اكيد كان في برا اكثر، 83% قالوا برا لانه ايام صيفيه وبيحمل طقسنا كثير حلو، 17% قالوا جوا، بس انجبروا لانه حسب المناطق اللي هن عايشين فيها. طبعا. وكمان حسب يعني الصاله اللي هن حاجزينها، لانه نحن بنحجز للاعراس قبل بسنه وسنتين. صح. يعني منا هين انه، وبعدين بدي اقول شغلي، في ناس دافعه داون بيمنت. هلا اكيد صغرت الاعراس بس اوموا تتحافظ على هالمصريات اللي هي دفعتهم. دونك اول شيء كان برا ولا جوا، ثاني شيء كان بما يخص الفالي باركينج. هلا بدك تقولي لي انه هالقد مهم ايه؟ لانه عم نخاف نعطي سيارتنا للي. فوالا حدا. قالوا 44% قالوا نحن ما بنحب نعطي سيارتنا لحدا، بس بالاعراس مدام مي ناس بتبقى لابسه رسمي، اولا شوب بدك تمشي مسافات كثير طويله، تكوني لابسه كعب عالي، رجال بيبقوا لابسين بوت ويمكن عم بيوجعهم كمان شوي، يعني منا هينه. 56% قالوا منفضل نعطيها لفالي باركينج. ومن هون يمكن هالحلقه نقدر نحكي شوي عن القواعد اللي انعملت من متخصصين خصوصا اطباء ويعني ناس إلى قيمه، وهالاختصاص ما كان بس ضمن نطاق لبنان، كان ضمن نطاق العالم. بس نحن هلا بنرجع عليها، رح ارجع اقول لك، نحن بدنا نتبع دائما الاشياء اللي بتحصل ببلدنا. طبعا.
هلا ثالث شغله التعقيم. التعقيم ما لازم ابدا نستهون، رح يكون موجود نحن بالصاله الموجودين فيها، بس طلبوا وسالوا تعقيم كمان بتحبوا انه يكون شخصي؟ قالوا 15% انه لا منتكل بس على التعقيم اللي حاطينه هن العرسان، 85% شوفي الناس قد ايه خايفه بتقول لك لا انا كمان بدي يكون معي تعقيم بيرسونيل، وهيدا شيء مفهوم طبيعي. هلا بتحبوا تكونوا قاعدين على الطاوله ولا بتحبوا يكون بوفيه؟ لا كان 21% قال انه على الطاولة، 63% قالوا منحب نكون قاعدين على الطاولة، و 37% قالوا بيفيه، لأنه البيفيه ما بقى هلأ براتيك. أولاً بده يكون في مسافة بينك وبين الأشخاص وممكن تلزق ولا. ولا هلأ ما في شك أنه سألوا طيب إذا أنتوا بتروحوا بس على العشاء من دون ما تروحوا على العرس، 21% قالوا اوكي، اما الباقي 79% قالوا لا نحن بنحب نحضر العرس مش بس نروح على العشاء. وهون بدنا نقول مرسي شوي للتكنولوجيا، لانه نحن بنعرف انه في اهالي مدام مي عندهم يمكن امراض مزمنه، ويمكن هن عندهم قله مناعه وما بيقدروا، يعني من الافضل هن لو مش مريضين يعني بيروحوا وبيجوا، من الافضل العرسان ينتبهوا على اهلهم. دونك نحن فيهم يضلوا بالبيت ونحط زوم، نحط سكايب، يحضروا العرس من بيتهم. لانه انا بعرف انه في كثير ناس بتقول نحن نطرنا هالنهار، بس ما في انكر انه انا هالنهار تيضل حلو ما لازم يصير ذكرى بش على اهلي أكيد. لا سمح الله يصير لهم شيء. دونك هون فينا نقول مرسي لهالتولز اللي هي في يقول انه نحن وقاعدين بالبيت ممكن نقدر نحضر، وصارت. هلا اي شهر بفضلوا العرسان يتجوزوا فيه؟ 33 كان بجولاي، و7 67 كان باوغست. من هون نحن مننتقل من بعد هالإحصاءات كلها، مننتقل لشيء اسمه المتخصصين، شو طلعوا بشو، بأي قرارات هني طلعوا فيها. أول شغلة بدي أقول هالنصايح انأخذت أكيد، بس بدنا نتحقق كل مدة من قواعد التفكيك، لأنه ممكن تغير بعد شهر وشهرين وثلاثة، هيدي أول شيء. بس نحن بلبنان رح نحكي عن لبنان، نحن بحق لنا 45 شخص بالعرس ولا أكثر، وإذا بدنا أقل هيدا بكون أحسن. بكون أحسن. هلأ الأعراس يمكن تصير ترند إنه تصير صغيرة على طول، بالحالة بحالتنا اليوم أكيد هي أعراس صغيرة، بس ممكن تصير ترند، لأنه حضرتك بتعرفي الكرة الأرضية كلها عم بتعاني اقتصاديا. دونك ما بفتكر بعد رح نشهد هالأعراس اللي كانت بشكل إلا الطبقة اللي ممكن أكيد بضل في طبقات مرتاحة، بس إنه رح تصير بلوتو ترند أكثر الأعراس الصغيرة. طيب بدك تقولي لي بهالأعراس الصغيرة شو ممكن يكون different شيء؟ بدي يكون في تفاصيل إبداعية. هلأ بدي ما في اليوم فوت فيها لأن لازم جيب صور أوكي. وأنا قلت اليوم نحكي عن بعض القواعد، وأسبوع الجاي إذا الله راد رح حط لهم صور لأي واحد يشوف أنه بياخد أفكار يستلهم إفكتيفمون، بيستلهم بيصير يعرف شو معقول يعمل، شيء يكون هيك مختلف عن انه نحن كنا حابين عرس كبير وما صار. بس فينا نعمل، انا في اقول لك كم فكره، يعني في يقول انا برتكز مثلا اكثر على الاضاءه، برتكز مثلا اكثر على جمال الكراسي بعاد عن بعضهم، بعمل اشياء حلوه للكرسي لانه صار في مسافه، صار في اشعه اكثر، يعني في عده امور ورح نجيب صور انه اذا الله راد. الاسبوع المقبل نوعد كل المشاهدين، خلينا نغوص بتفاصيل بعدنا 45 شخص نعم او اقل بكل عرس او اقل. ثاني وحده لازم تكون الاعراس صارت ترند صغيره. ثالث وحده نترك مسافه بين الكراسي، وهيدي شيء كثير مهم، بين متر ومترين، يعني بده يكون في مسافه بين الكرستين اوكي. نعم. هلا
هون بدنا ننتبه إذا نحن موجودين بكنيسة مش بس بصالة، لازم يكون بين الأشخاص اللي قاعدين أكيد في متر، وإذا فينا يكون أكثر مترين ليش لا. مشان هيك ما عم ننصح بالكنائس الصغيرة، بس ل 45 شخص لو الكنيسة صغيرة بتقدري تتركي وسعة. بس بدي أقول شغلة، أوقات يعني العرسين ما بينتبهوا، ما بتكون البلان معمول بالكنيسة للطرفين، للأربع أطراف. وشددوا علي المتخصصين انه نحن مش بننتبه بس وين العروس ووين اهل العريس والباقي فالت، ابدا ابدا. نحن هون بنعرف انه هي صحه، منا شيء انه مزحه. بقى من اربع اطراف بدنا نكون منتبهين انه في مسافه متر ام مترين من الاربع اطراف. ثالث شغله، وحضرتك بتعرفي قد ايه هيدي بتاخذ شغل، قد ايه بتاخذ شغل انه نعمل بلان للطاولات، لانه اولا بدنا نحط الناس اللي بيناسبوا بعضهم. ما في شك انه نحن دائما بالاتيكيت بنقول انه نحن بنروح على العشاء لنتعرف على ناس جداد، وهيدا شيء كثير حلو، بس اكيد انا ما بقدر اجي اليوم حط كوب عمره 17 18 20 سنه مثلا مع كوب كثير كبير بالعمر، يعني لا هيدول رح ينسجموا مع الصغار ولا الصغار رح ينسجموا مع الكبار. هلا بدنا نعطي الهم كمان هيدي الميول السياسية. اي معك حق ولا فكر كثير، لأنه الأشياء عم نشوفها عن جد المشاحنات عبر السوشيال ميديا. هلا بتفكر إنه إذا أنت عزمتي حدا على عرسك من هيدي شو معك حق؟ الجهة ما تقعدي على الطاولة مع حدا معروف شو ميوله مثلا. لا 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 معك حق مليون بالمية. أصلا هو نحن دايما بالإتيكات مثل ما بتعرفي منقول ما في سياسة، ما في حكي بالمصاري، ما في بالسياسة، ما في وحتى الأديان ممنوع نحكي فيها. مشان هيك أنا بقول قدي حلو الإتيكات عن جد، قدي حلو إنه الإنسان ما يزعج حدا، ما يجرح حدا تاني. anyway كثير بيقولوا انه هلا وقت الاتيكات، هلا نحن بوقت الاتيكات، هلا هيدي القواعد قله اخلاق، خصوصا انه نحن عم نتخطى حالنا. وهي بس شعور بالاخر، قد ايه جميل اني انا اشعر مع الاخر. دونك انا بقدر اقول انه بدنا نعمل اقل عدد ممكن على الطاولات. دونك البلان هو اقل عدد ممكن على الطاولات. ثالث شغله، بلوتو اخر شغله، وهيدا الشيء كثير حلو، بقدر ما هو حلو بقدر ما بدنا نستغني هلا عنه، وهي بعض الاوقات بتعرفي حضرتك بيبقى في مثل كتيب صغير ما في يقول كارت لانه بيبقى عده وراء، بيبقوا كاتبين عليه مثلا البلان تبع البروجرام تبع السهره، ام المنيو شو رح يجيكي منيو، واوقات كثير بيكونوا مصورين اشياء عليه. هالمره هيدول كل شيء بيقولوا له مطبوعات من الافضل، مش من الافضل، ممنوعه ليه؟ لانه الورق والكرتون تبين انه البكتيريا بتقعد عليها عده ساعات. دونك هيدي لازم نقولها هلا أول الموسم قبل ما كمان العرسان يتكلفوا ويطبعوا إشياء وتنحط قدام ال صم. نتفاجأ بالمنيو اللي ينزل، بدنا نتفاجأ أو منزيع منجيب حدا يمرق على الطاولة تزيع مع أوبارلوغ. لا أخي تطلع كلها مفاجأة صدقيني أجمل. على أمل تكون عن جد، يعني بتعرفي الواحد منيح يكون إيجابي، ومنيح إنه كمان بهالأزمة اللي قطعنا فيها، وما بدي أحكي هون عن الأشياء اللي عم نعيشها بلبنان بس. نعم. لأنه الأشياء اللي عم نعيشها بلبنان كتير كتير خاصة وبتوجع. نعم. بتوجع. خلينا نحكي بس عن البانديميك، عن كوفيد 19. نعم. حلو أنه نرجع للبساطة، حلو أنه يصير ترند مثل ما قلت العرس صغير عن جد، يكون الناس اللي عن جد مهمة. نعم. تكون أكيد معنا بعرسنا وهو أحلى شيء واحد يتجوز. كثير هيدا ترند. شكرا لحضرتك. انا بشكرك وان شاء الله مرتي جاي منكفي، لانه في كثير امور لازم نحكي عنها بما يخص كيف ينتبهوا العرسان. مارلين سلهب اهلا وسهلا فيك، خبيره الاتيكيت، دايما بتحملي لنا كثير من الفرحه وكثير من الامل عن جد مع ايجابيتك اللي بتوصلي لنا اياها، واكيد بتوصل للمشاهدين ببيوتهم من وراء الشاشه. مشاهدينا فاصل ومنتابع، خليكم معنا.